الواقع هو هاد الناس هادو، هاد بعض سائقين سيارات اجره كما العاده ديالهم، كيديروا ريوسهم، كيدير واحد راسه بانه زبون، كيدوموندي بهذيك لابليكاسيون، كيركب مع السائق، كيجيبو حتى عند صحابو طاكسيات وكيبراكيو. يعني راه كيولي فيها الرعب، كيولي فيها بزاف السلوكات. وكنقول شي مره راه تقدر توقع شي حاله ديال الوفاه، وكنعاود ناكدها، راه دائما كنقول بان هذا الشيء هذا غيؤدي للوفاه، وديك الساعه غنتحملوا كاملين المسؤوليه. نفس الطرق اللي كانت كتوقع شحال هادي، هو استدراج ونصب كامل. وكما كتشوف هاد الحرب ديال هاد النوع ديال الطاكسيات مع التطبيقات راه ما بغاش تسالي. من 2016 حنا كناشدوا الجهات المسؤوله، حنا دخلنا دابا في 2023، كنا كنهضروا في 2020 2021 2022، اليوم 23 مع الحكومه الجديده ديال السيد اخنوش اللي كنتمنوا انها توضع هذا الملف وتطرق ليه المسمار، يعني تلقى ليه الحل. مادام كنعرفوا بان هذه الحكومه كتهضر على ان غادا تشغل يعني مناصب، فكنتمنوا ان هذا الملف هذا ديال التطبيقات حتى هو يتحط امام رئيس الحكومه ويتنظر فيه، لانه التقديرات الغير دقيقه كتقول بان 12000 اللي ولاو كيشتغلوا في هذا النوع ديال التطبيقات، وجاو شركات كبار عالميه ودخلوا للمدن الكبرى كالرباط كالدار البيضاء كطنجه كمراكش كاكادير، ولاو بغاو يخدموا ويستثمروا. والناس كما قلت لك داروا داك المقاول الذاتي، خرجوا السيارات ديالهم وخدامين، عندهم اسر، عندهم مسؤوليه، وكيحركوا الاقتصاد الوطني. فهادشي راه بزاف، كما كنقول هادشي خاصو التقنين في اقرب وقت.